طيب يبقى احنا كده ايه، بناء على حجم الستيت سبيس قلنا هنحدد اذا كان هيقدر يتعلم في عدد معقول من المرات المحاولات او التريننج ترايلز، يعني يستحسن طبعا تكتب له يعني تخمين لعدد المحاولات دي. بعد كده هنبدأ بقى الجزء بتاع الكودينج اللي هو بيقول لك update the driver agent state for your second implementation navigate to build state. هنروح بقى الفانكشن اللي اسمها build state اهي، فانكشن اسمها build state دي، ونعمل ايه؟ while the justification you are provide in question 4 طبقا لبقى الحاجات الفيتشرز اللي انت اخترتها في question 4 في السؤال الرابع you will now set the state variable to a table of all features necessary for Q learning. الفيتشرز اللي انت اخترتها دي هتعملها في تابل تحطه جوه ايه، جوه الفاريبل اللي اسمه state. confirm your driving agent is updating its state by running the agent file and the simulation briefly and note whether the state is displaying if the visual simulation is used. confirm that the updated state corresponding with what is seen in simulation. note remember to reset simulation flags to their default setting when making this observation. يعني بيقول لك انت حاول تشوف الايجنت بتاعك بيتصرف ازاي، تمام؟ فانت هنا هتلاقي في جوه الفانكشن هتلاقي في فاريبل اسمه ستيت، هتلاقي معمول ايه نون، المفروض انت تخليه ايه طابل، حط جواه الفيتشرز اللي انت اخترتها، تمام؟ فعندك ايه الفيتشرز اللي انت اخترتها؟ عندك اهم هتختار حاجة من دول، الواي بوينت ده قيمة variable او له قيمة، خلاص لو اخترته يبقى هتحطه جوه التابل، الديدلاين لو اخترته هتحطه جوه التابل، الانبوتس ده عبارة عن ديكشنري جواه كل الانبوتس اللي كانت ممكن اللي هو اللايت والليفت والرايت والاوت كام، تمام؟ يعني انت لو رجعت الانبوتس ده هتلاقي ايه جوه inputs بيساوي self.env.sense، يعني جوه ال environment هتلاقي الفانكشن اللي اسمها sense اهي، ماشي اهي، تمام؟ جواها ايه، هو دي بترجع ايه بتريتيرن، لو بصيت دي بداية الفانكشن اهي وادي الريتيرن بتاعها، الريتيرن بتاعها ايه ديكشنري اهو جواه ايه جواه اللايت، تمام؟ جواه الاوت كامينج، جواه الليفت، جواه الرايت، اللي انت هتختاره بقى يبقى انت هتختار ايه الانبوت، الانبوت ده ديكشنري، اسم ديكشنري كده انبوتس دوت ديكشنري، ده ديكشنري يبقى inputs of اللي هو قوسين مربعين يعني وهكذا بقى بقية اللي الفيتشرز اللي انت اخترتها، تمام؟ طيب انت بعد ما عملت الجزء ده انت جاي تيجي هنا تقوم عامل ستيت وتغيرها زي ما قلنا، وهنا بيكرر عليك النوت دي برضه اهو ان هو بيقول لك انت ممنوع ان انت تعمل فيتشر انجينيرنج للفيتشرز دي، هو خلاص انت تختارهم هم بس تختار منهم اللي انت هتاخده، اختار ده الواي بوينت ديدلاين ده فيتشر وده جواه اربع فيتشرز او ثلاثه ولا ثلاثه مش فاكر، جواه واحد اتنين تلاتة أربعة فيتشرز هتختار منهم اللي أنت عايزه، ممكن تختارهم كلهم براحتك، في الآخر أنت المهم أنت اخترتهم
اخترت منهم او اخترتهم كلهم زي ما انت عايز. implement كيو ليرنينج برضو agent. هنكمل بقى ال implementation. بيقول لك the third step to create optimize، ان انت تعمل ايه، تعمل كيو تيبل. هنا ان انت عايزك تعمل ايه الكيو تيبل عشان ما نقراش كتير. الكيو تيبل ده ببساطة عبارة عن ايه، زي ما انت شايف كده اهو، هو عبارة عن ديكشنري. كل ستيت هيقابلها جديدة، كل ما هيقابل ستيت جديدة هيعمل لها ديكشنري. اهو يعني جوه ديكشنري، جوه ستيت، الستيت ليها ديكشنري عبارة عن ايه، عبارة عن الاكشنز اللي ممكنة، وكل اكشن والكيو فاليو بتاعته. خلاص، ايه هي الكيو فاليو؟ الكيو فاليو دي اللي هو المجموع الريوردز والبينالتيز اللي حصلت لما كان في الستيت دي وهو عمل الاكشن ده. يعني كاننا مثلا بنلعب شطرنج، او بلاش شطرنج، خلينا نرجع لنفس المثال اللي احنا شغالين عليه، العربيه. هي العربيه جت النهارده دلوقتي تعدي الطريق، فكانت الاشاره حمراء، فهو خد اكشن ان هو عدى الطريق، تمام؟ فهيروح واخد بنالتي، فانت كنت عامل، فايه اللي هيحصل؟ هيقوم واخد ريورد بالماينس. فهتقوم لما الستيت دي اللي هي فيها ان الاشاره حمراء، طبعا الستيت فيها بقى كل يعني فيها حاجات تانية، فيها فيتشرز تانية، بس احنا خلينا في يعني في جزء واحد من الستيت، ان الاشاره حمراء، وفي بقى اوت كام مثلا يمين اوت كام شمال، والساعه كذا، والديدلاين كذا، والواي بوينت كذا، وهكذا كل ده. بس احنا يهمنا مثلا الاشاره دلوقتي حمراء، فهو راح خد اكشن مثلا ان هو يموف فورورد مثلا، فهنا ايه اللي يحصل؟ هيقوم واخد بينالتي، فبقى دي الكيو فاليو بتاعته بقت بالماينس. طب هو خد اكشن ان هو يموف رايت مثلا، فراح فهياخد برضه بالماينس، او مش لو مش هياخد بالماينس، لا الموف رايت مفيش مشكله مع انت لو في اشاره وجاي تعدي الطريق والاشاره دي في يمين، اشارات بتسمح، مفيش اشاره بتمنع، مفيش حاجه بتمنعك ان تخش يمين، بتقوم واخد يمين في الاشاره عادي. طب انت مش هتقطع الاشاره، بتيجي تاخد يمين مش هتقطع الاشاره، تمام؟ لو هو الريد لايت وراح واخد ماشي شمال، فكده هيكسر الاشاره فهيقوم واخد بالماينس. طيب وهو ريد لايت وراح عامل ستوب، فمش هيكسر الاشاره فهياخد بالبوزيتيف، وهكذا. فبقى عنده كيو تيبل ده مليان قيم نتجت عن الريوردز والبنالتيز اللي هو خدها، كلها ادت في الاخر ان الستيت بقى ليها كيو تيبل. لما الستيت دي بتحصل، هو جرب مره ده وجرب مره ده وجرب مره ده، والكيو تيبل بتاعه ده اتملى اكشنز، وبالتالي يبدا هو يعمل ايه، ياخد المره الجايه لما يجي ياخد قرار ياخد اعلى كيو تيبل، اعلى قيمه في الكيو تيبل بتاعه، تمام؟ يعني الستيت دي لما تيجي تتكرر تاني هيقوم هو باصص ايه، باصص هنا ويدور على الماكسيمم كيو فاليو ويقوم واخد الاكشن المقابل ليه، تمام؟ هو ده يعني الايجنت اللي احنا بندربه يعني. عشان نعمل كده بقى المفروض نعمل ايه؟ بيقول لك نوت ذات ذا ايجنت اتريبيوت سيلف دوت كيو في فاريبل، تمام، اسمه سيلف دوت كيو، اذا ديكشنري، عباره عن ديكشنري. جواه المفروض الكيو تيبل اللي انا قلت لك عليه ده اهو، وكل تيبل جواه الاكشنز، وكل اكشن قصاد ليه ليه الكيو فاليو بتاعته. Note that you are expected to use decaying epsilon. المره دي هناخد ايه بقى؟ decaying epsilon دي هنظبط الابسلون فاكتور. Hence as the number of trials increase، كل ما هنزود ال عدد الترايلز الابسلون should decrease towards zero. الابسلون دي هي حاجه عشان تمنع برضه الاوفر فيتنج، حاجه زي الاوفر فيتنج، او ستوب، او هي ستوبنج كرايتيريا يعني. عشان كل ما عدد الترايلز يزيد هي بتبدا تقل، تمام؟ فتبدا تقل في الاخر، فتبدا في لما توصل لصفر هتوقف الليرنينج، لما توصل لصفر هيقوم الليرنينج ايه، هيتوقف. This is because the agent is expected to learn from the its behavior and begin acting on its learned behavior. Additionally, the agent will be tested on what it has learned after epsilon has passed a certain threshold.
المفروض لما الابسلون توصل لثريشولد معين، ذا ديفولت ثريشولد اللي هو 5%، هنا الديفولت ثريشولد 5% for the initial learning implementation you will be implemented linear decay function for epsilon. دلوقتي بيقول لك هو انت عامل linear decay، decay يعني اللي هو تناقص، يعني تناقص خطي للابسلون، واللي هي بعدها الابسلون، ولما يوصل للثريشولد اللي هي 5%، لما يحصل انخفاض للابسلون دي انها توصل 5%، المفروض ان هو يوقف الليرنينج ويبدا يتصرف على اللي هو اتعلمه، خلاص ما يتعلمش من جديد عشان خاطر ما يحصلش اوفر فيتنج، يعني حاجه زي شبه الاوفر فيتنج في كلاسيفيكيشن. كيو ليرنينج سيميليشن هيبدا ننفذ بقى. To obtain results from the initial Q learning element you will need to just follow. قبل ما هتعمل دول احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل اول حاجة ال Q dot self ده اللي هو قال عليه. فين Q dot self ده؟ هو فين؟ create Q. هنا ده دي الفانكشن create Q دي، دي اللي بتعمل ايه؟ دي بتبيلد ال Q table. تمام؟ اهو بيقول لك create queue function is called when state is generated by the agent. لما يحصل state، ما لما ينتج state، كل يعني كل step يعني بينتج الagent، بينتج ايه environment، بتبعت له state. تمام؟ when learning check if the state is not، لما يبقى في learning، لما يبقى learning true يعني، check if the state is not in queue table. لو ال state دي مش في الكيو table، يعني هو ما اتعلمهاش قبل كده، ما قابلهاش قبل كده. if it is not create a new dictionary، لو هي مش ما شافهاش قبل كده بيعمل ايه؟ بيعمل new dictionary جوه ال dictionary اللي هو queue dot self ده. for that state، لل state دي، then for each action، ولكل action available set the initialize the queue value، اعمل الكيو value بتاعته ب 0.0، هتعملها 0 0 float يعني. تمام؟ يبقى هو كل مره يعدي يشوف يلاقي الستيت دي، يعني if state not in queue dot self، تمام، فهيقوم عامل ايه؟ هيقوم جوه الكيو dot self هيعمل الستيت جديده، تمام، ويخلي كل اكشن جواها. الستيت دي عباره عن برضه ديكشنري، الستيت دي عباره عن ديكشنري، عباره عن وهي ليست، هيبقى ليها اكس ديكشنري، الفاليو بتاعتها تبقى ديكشنري، يعني ليها فاليو تبقى عباره عن ست واحد، هيبقى يعني ليست اللي هي اللي فيها الستيت نفسها، هتبقى جواها، هتبقى الكي بتاعها ليست، تمام، او تابل، والفاليو بتاعتها هتبقى انت هتنشئها لاول مره، فهتبقى بزيرو. تمام؟ حتى لازم تعمل هنا الجزء ده، ومحتاجك تعمل الكلام ده هنا، خلاص. مش هقول لك الكود يعني. تمام؟ بعد ما عملت الكلام ده هتقوم عامل ايه؟ مظبط هنا الحاجات دي برضو، enforce deadline true، طبعا ده المفروض انت عملته المره اللي فاتت. update delay برضو هو نفس اللي عملناه المره اللي فاتت، الواحد من 100. log metrics برضو هتخليه true. تمام؟ ان test برضو هنخليه 10، هو learning برضو true، كل ده ما غيرناش فيه حاجه. تمام؟ ده معناه ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل كل حاجه زي المره اللي فاتت، وهيكتب على نفس الفايل اللي احنا كتبنا عليه المره اللي فاتت، لان مفيش حاجه جديده احنا اضفناها. معناه ان هو لما يجي يكتب المره دي هيعمل ايه؟ برضه هيكتب جوه نفس الفايل اللي احنا كتبنا فيه المره اللي فاتت. In additional use the following decay function، ما المره دي بقى هيزود ايه؟ هيزود ان احنا محتاجين نزود الابسلون decay. تمام؟ بحيث ان الابسلون يحصل لها ايه؟ يحصل لها decay ب 5%، تعمل لها decay ب 5% في كل ايه؟ في كل iteration، في كل trial يعني. If you have difficulty getting your implementation to work, try setting to the verbose flag. في flag اسمه verbose اهو، هتلاقيه فين؟ تحت هنا. verbs flag ده set it true to display additional output from the simulation، هيوريك هيطلع لك نتائج، حاجات ارقام تانية عشان تشوفها، عشان تعرف تعمل debugging او تشوف ايه المشكلة اللي واجهتك. تمام؟ once you have successfully completed، بعد ما تخلص الكلام ده طبعا، الابسلون، بالنسبة للابسلون عشان تعمل موضوع الديكي ده المفروض تعملها فين؟
المفروض تعملها هنا اهو في اول فانكشن دي. وخد بالك الكلاس اهو ليرن ايجنت ده اهو، انت عندك الفاريبل اللي انت المفروض تعمل عليه اهو، خد بالك هو السيلف دوت كيو ده اللي انا قلت لك عليه، ده اللي انت المفروض تعمل ايه، تخلي الفانكشن اللي تحت اللي هو كرييت ستيت ده، مش فاكر اسمها ايه، اللي هي بتبيلد ستيت دي، تبيلد جوه ده خلاص. بالنسبه للابسلون، ادي الابسلون هو اسمه سيلف دوت ابسلون خلاص، هو خدت قيمه الابسلون اللي هي بواحد من 100 هنا خلاص. طيب بواحد، اسف مش واحد من بواحد. انت المفروض تعمل لها ايه بقى هنا اهو في الريزيت دي، هنا هتلاقيه بيقول لك ايه، هنا اهو update epsilon using a decay function of for of your choice. المفروض تعمل ايه، المفروض هنا تعمل ايه، تخلي الابسلون يعني تعمل decay للابسلون، هي هنا بواحد، فهي يعني الديفولت بتاعها بواحد اهو، والمفروض تحصل لها decay طبعا هنا مش بنيور تشويس، في الحاله دي مش يور تشويس، الحاله دي ان انت تعمل اللي هو قال لك عليها اللي هي تعمل لها اللينير ديكي ده اللي هو اي ابسلون ناقص 0.5 0.05 تمام. بس الكلام ده امتى؟ المفروض اف ليرنج يعني بعد ما هتخلص الكلام ده هترن نفس برضو من الكوماند لاين برضو زي ما قلنا قبل كده تمام. وهترن، هو طبعا هيحفظ جوه نفس الفايل اللي هو اسمه سيم دوت ديفولت ليرنينج سي في ده، هترن هيقوم ايه، هيسيف الكلام ده جوه الفايل. لما ترن هيرسم شكل اللي حصل المره دي تمام، هتلاقي اهو تمام. ايه اللي حصل، اللي حصل ادي الابسلون اهي، ده تغير الابسلون اهو تمام. الابسلون كانت بدأت بواحد معانا، وايه اللي حصل، بدأت نزلت 500 وفضلت تنزل 500 لحد ما نزلت على الاخر زي ما انت شايف كده. هي ماشية مع ايه، ماشية مع عدد ترايلز تمام، ماشية مع ايه، عدد ترايلز. طيب مع عدد ترايلز هل الريوردز بتتحسن؟ هو بدأ بماينس، تحت الماينس 5 بشوية اهي، هل بتحسن؟ عماله بتطلع ماينس 4 ماينس 3 ماينس، وصلت عند الـ يعني بين الماينس 2.5 عند ماينس 2.5 مثلا. في تحسن في الريوردز؟ في تحسن في الريوردز. طيب في ديكي شغال معاك؟ شغال معاك الديكي. طيب هل في تحسن في الباد اكشنز؟ بتقل؟ بتقل اهو، بدات تشوف فين، وبدأ واضح ان المنحنى هو نازل خالص عن المره اللي فاتت. الاكسيدنتس بتقل مش قوي يعني زي ما انت شايف، بتقل بس ما هوش واضح قوي تمام. هما دول اهم اتنين عندك، لان ده الباد اكشنز ده اللي بيوريك يعني الموضوع عامه، وده بيوريك الايه، بيوريك السيفتي، وده المفروض ان هو الريلابيلتي الاصفر ده. فهل هو بيتحسن؟ المفروض ان هو بيتحسن بس مش قوي يعني. هل هنا مع زياده عدد ترايلز هل في تحسن في الريابيليتي؟ ده عباره عن ايه، ريت اوف ريابيليتي اهو بيزيد. بيزيد اهو، بص بدا من 10% تقريبا، فضل يزيد لحد ما وصل لكام، وصل حوالي 60% تقريبا تمام. فهل في تحسن في الريابيليتي؟ حتى بص الريابيليتي بقت كام، بقت سي، والسيفتي لسه اف، يبقى احنا لسه حسنا لكن لسه برضو ما هوش جيد. طيب انت يعني منطقيا كده ليه هو مش جيد؟ لان اولا عدد الترايلز، انت لما تيجي تحسب موضوع الستيت سبيس هتشوف الستيت سبيس بتاعتك قد ايه، هتلاقي الستيت سبيس بتاعتك كبيره نسبيا عن الرقم اللي احنا عملنا. احنا عاملين الترايل على كام، على 20 ترايل، فطبعا هتلاقي ال 20 ترايل دي اقل بكتير جدا من الستيت سبيس بتاعتك، عشان كده هتلاحظ ان هو محتاج ترايلز اكتر من كده، ومحتاج ان انت تظبط برضه الالجوريزم اكتر من كده، تظبط حاجات تانية. هو دي الخطوات اللي هنعملها الفتره الجايه. طيب بعد ما جاوبنا السؤال رقم 5، السؤال رقم 6، قبل ما نروح للسؤال رقم 6 تعال نبص كده على الفايل دلوقتي. احنا اخترنا الفيتشرز المفروض اللي احنا هنشتغل عليها، وهو سجل البيانات هنا جوه السي اس في فايل دون، دي الداتا اللي احنا بنرسمها. لو بصيت كده جوه هتلاقيها ترايل اللي هو رقم المحاولة، تيستنج دي معناها ان ايه،
اذا كان بيعمل، اذا كان دي تريننج فبيبقى ترو، تيستينج بيبقى فولس. هو تيستينج فولس 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 او 20، وبعد كده بعد كده ايه بدأ التريننج. بالبارامترز اللي هي البارامترز اللي احنا اخترناها ايه اللي بيحصل، وبعدين initial deadline final deadline net reward reward الاكشنز اللي بتتاخد. تمام. طيب successes اذا كان success في trial دي ولا لا، وهكذا. بص هنلاقي اغلب التريننج في الاول بيبقى ايه مليان، بعد كده التستنج بيبقى افضل. تمام. هتلاقي افضل في ده بالنسبه للسي تي في. بينشئ برضو جنبه فايل اسمه دوت تكست، هنحتاجه برضو قدام. بيجي تفتحه كده اهو، تكست فايل بتاع نوت باد ولا اي حاجه، هتلاقي مكتوب هنا ايه ستيت اكشن ريوردز فروم كيو ليرنينج. ده الكيو تيبل، ده الكيو تيبل اللي بيحصل. دي الستيتس اهي، الستيتس اللي ده دي كده هي الستيت يا جماعه. هي ايه الستيت؟ عباره عن حاجه فيها كل الفيتشرز اللي انا اخترتها. انا اخترت 4 فيتشرز، ففي 4 فيتشرز هم جوه الستيت. تمام. طيب الكيو تيبل بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن كل اكشن وقدامه الكيو فاليو بتاعته. الكيو فاليو دي عباره عن تراكم من الريوردز والبنالتيز اللي هو خد، او البلس يعني البوزيتيف ريوردز والنيجاتيف ريوردز. كل مره بيفضل لغايه ما بيكون الجدول. فكل بقى ستيت مختلف عن الثاني. عدد الستيتس طبعا هنا بيتوافق مع ايه، يعني هنا في 4 الستيتس مكونه من 4، يبقى تشوف انت عدد كل واحده احتمالها ايه، فيبدا يكون هنا عدد. فهو مثلا خلينا في اول ستيت دي، اول ستيت دي هو دلوقتي عمل ايه، اهو عمل كيو تيبل اهو، جت معاه جابت معاه ايه، جابت معاه هنا الفورورد ماينس 14 والرايت 2 والليفت ماينس 5 والنون 3. خد بالك ان هنا مثلا دي الاشاره ريد اهي، فهو لو جه خد فورورد مشي فورورد ايه اللي هيحصل؟ هياخد بالماينس جامد. ليه؟ لانها ريد. طب لو ليفت برضه هياخد بالماينس جامد. طب لو خد رايت هياخد بوزيتيف بس مش قوي، لان هو برضه ايه يعني الرايت هنا اقل احتمالا. ده بيتوقف بقى على ايه؟ على الحاجات التانيه، يعني على مثلا دي او يعني على فيتشر تانية. هنا ملهاش دعوه بالايه بالريد، لان الريد في حال يصلح لي الحالتين، يصلح لي النون ان هو يقف ما يتحركش فخد بوزيتيف ريورد، ويصلح لي الرايت فخد برضه بوزيتيف ريورد. يبقى لو عمل اي اكشن من الاثنين هياخد بوزيتيف، بس في واحد مقدم على الثاني. ليه؟ لان الفيتشرز الثانيه بقى مأثره في الموضوع ده، مش موضوع الريد واللايت يعني. تمام. وهكذا لو مشيت مع الموضوع ده هتلاقي ده كده، ده برضه ريد اه، هتلاقي نفس الكلام. الاثنين دول هم اعلى حاجه، بس هنا مثلا الرايت خد ايه اعلى. تمام. برضه عشان الفيتشرز الثانيه هي اللي اتغيرت. طيب الريد برضه هتلاقي ده ايه اعلى، والاثنين التانيين نيجاتيف. طيب جرين هتبص هتلاقي بقى كلهم بداوا ياخدوا ايه بوزيتيف اهو، بس فيهم حاجات بتاخد بوزيتيف عن الثانيه. تمام. يعني في حاجات خدت بوزيتيف اكتر من ايه من الثانيه. لما باجي اختار بقى الاكشن هختاره ازاي، هو ده السؤال الجاي. question 6 using the visualization above what was produced from your default queue learning simulation provide analysis. اه لا ده لسه السؤال دون، بيقول لك ان انت تعمل analysis للنتائج زي question 3 زي ما الشرح اللي انا شرحته لك دلوقتي على الكود بتاعي ده، على الناتج بتاعي ده. محتاج ان انت تشرح تشوف الناتج بتاعك ايه وشكل الكيرفز بتاعتك ايه، وتبدا تشرح له الكلام دون مع توضيح النقط دي اللي هو are there any observation are similar between a basic driver او basic driving agent والكيو ليرنينج. يعني هل في تشابه بين الثاني المجنون اللي هو كان بياخد خطوات عشوائيه وبين اللي متعلم واللي عنده كيو ليرنينج ده عامل كيو ليرنينج، ولا مفيش؟ approximately how many training trials did the driving require before testing. محتاج هو تريننج قد ايه؟ هو خد بالك ان هنا عمل 20 ترايل، 20 تريننج ترايل قبل ما عشان يوصل للمستوى ده. هو محتاج قد ايه؟ طبعا ده يتوقف على ايه؟ هيتوقف على الستيت سبيس require before testing. does the number that number make sense given that epsilon tolerance
الابسلون تولرانس ده هل كفايه؟ هل ان انت عامل التولرانس هنا اللي هو ايه ال 5% اللي هو الثريشولد بتاع الابسلون، هل ده مناسب ان هو يوصله لعدد العدد ده ولا لا؟ is the decay function you implement اللي هي الابسلون ابسلون ماينس 0.5 دي 0.05 دي ناقص 5%، هل دي accurately represented the parameters panel؟ هي بتمثل ال يعني هل هي يعني بتحقق ان انت تحقق الليرنينج مظبوط ولا مش مظبوطه ولا محتاجه تتغير؟ تمام. طبعا هي مش محتاجه تتغير، لان هي زي ما انت شايف هي وقفت عند ال 20 بالظبط، يعني ان حتى لو انت عامل عدد ترايلز اكتر هي هتوقف الدنيا عند ال 20، هتوقف الليرنينج عند ال 20، فطبيعي ان هي ما مش نافعه يعني في الحالات اللي بعد كده اللي انت هتحتاج تزود عدد الترايلز. As the number of training trials increased، لما بيزيد عدد التريننج ترايلز، did the number of bad actions decrease؟ هل لما عدد التريننج ترايلز بيزيد الباد اكشنز بيقل؟ واضح طبعا اهو هنا لما كانوا هنا اهو بيقل بيقل. How does the safety R and reliability rating compare to the initial driving agent؟ is safety and reliability rating compare into اقارن بين السيفتي والريليابيليتي المره دي والمره اللي فاتت. طبعا الريليابيليتي فيه تحسن والسيفتي لسه. يعني السؤال الجاي بقى هو اللي فيه ان انت تعمل امبروف الكيو ليرنينج درايفر ايجنت، انت محتاج تحسن الدرايفر ايجنت لانه لسه زي ما احنا شفنا اف وسي ممكن يطلع انت حاجات تانية بس هتبقى برضو يعني متقاربه، لكن برضو في الحلقة في جميع الحالات هيكون محتاج ان هو يتحسن يعني. تمام. third step to create an optimized Q learning هي ان انت تعمل عايز انت تحسن الخطوة دي الجاية، ان انت عايز تحسن الايه تعمل improvement لل Q learning بتاعك. طب عشان نعمل الكلام ده اول حاجة ايه؟ ان انت عايز اول حاجة محتاجين نغير الابسلون، نغير ال decay function بتاعت الابسلون، محتاجين نعمل هو انا تقريبا في حاجة لسه ما شرحتهاش المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا شرحنا انا شرحت ازاي بيعمل build ال state تمام، لكن ما شرحتش ازاي بيشوز ال state في الكود، يعني انا شرحت عام لكن ما شرحتش ازاي تمام. هنا اهو الكيو احنا قلنا ان هو بيعمل الكيو تيبل كرييت دوت كيو، ده في السؤال الاول اللي قبل ده تمام، وبعدين بيبيلد الستيت هناك تمام، بس لما بيجي تشوز الاكشن هتشوز الاكشن ازاي؟ when learning choose a random action with epsilon probability otherwise choose an action with A highest Q value. هنا بقى لما يجي choose action choose action with highest Q value. Be sure that when choosing an action with the highest Q value that the randomly select between actions that tie. يعني ايه؟ يعني لو عندك اتنين action ليهم نفس ال probability تعمل ايه؟ تختار بينهم عشوائيا، يعني ما تسيبوش مثلا يختار، لو سبته هو ياخد الماكسيمم، الماكسيمم function بتعمل ايه؟ بتاخد اول ماكسيمم في طبقا للاندكس بترتيب الاندكس، يعني لو انت عايز مثلا ليست فيها 5 و5 و9 و9 مثلا، فهو كل مره هيختار التسعه الاولانيه تمام، التسعه اللي هي الاندكس بتاعها هيبقى 2، ومش هيختار عمره التسعه اللي هي الاندكس بتاعها 3 مثلا تمام. فكل مره لو انت سبته هو اللي يتشوز بالماكسيمم فانكشن، ماكسيمم فانكشن هتختار دايما اول واحد في الترتيب له ماكسيمم فاليو. طب افرض اتنين ليهم نفس الماكسيمم فاليو، يعني اتنين ليهم نفس القيمه، فهو هياخد الاولانيه في الترتيب، فالمفروض انت تعمل ايه؟ تكريت ليست فيها الماكسيمم وتاخد منها راندوملي، يعني بحيث ان هو مش كل مره يختار نفس الايجنت عشان عشان يليرن عليهم، لان المفروض ان هم عمر ما الاتنين يبقوا ليهم نفس الكيو فاليو، يعني المفروض ان هي تتغير. طبعا هتتغير بالليرنينج بقى تمام.
طيب هنا ايه اللي بيجيب الماكسيمم كيو فاليو؟ اهي هنا اهو جيت ماكس، يبقى دي المفروض هعمل لها كول هنا اهو عشان ايه تشوز الاكشن. بس طبعا لازم تكتب دي هنا، تكتب ايه هنا اهو، كالكوليت ذا ماكسيمم كيو فاليو اوف اول اكشنز فور جيفن ستيت. يبقى هنا هيجيب الستيت، هيجيب الستيت وياخد الاكشنز اللي جواها، وبياخد ايه الفانكشن بتاخد الستيت اهي، وهيدور على الكيو فاليو اللي جوه. تمام، ماكسيمم كيو فاليو، وطبعا جواها بقى هيعمل ايه، جاب قيمة الماكسيمم دي هنا، هيشوف التشوز هيبقى ازاي. تمام، احنا وكل ده احنا بنابديت الكيو ستيت دي بناء على ايه، بناء على الريوردز بس، يعني الريوردز هي اللي بتابديت. تمام، هنا عشان نعمل الامبروفمنت اول حاجة هنعدل شوية حاجات هنا، فبرضو الانفورس ديدلاين هيبقى برضو ترو، ده ما فيهوش جديد، عشان برضو يبقى في ديدلاين انبوت واصل. ابديت ديلي برضو هيبقى برضو 1%، ده عشان السرعة بتاعت الابديت، برضو قلنا عشان ما يحصلش يعني ما ياخدش وقت طويل. اللوج ماتريكس برضو هيبقى ترو عشان خاطر برضو يسيف الداتا بتاعت نفسي، السي في فايل وتكست فايل. والليرنينج برضه هتبقى ترو عشان خاطر يعمل ليرنينج. والاوبتمايزد سيت ذس تو ترو. هنا بقى في حاجه جديده اللي هي اوبتمايزد فلاج، اللي اسمه اوبتمايزد ده اللي هو فين، هنلاقيه تحت خالص اهو، ده سيت ترو تو تشينج ديفولت لوج فايل، عشان يعمل سيف للداتا في لوج فايل تاني، اللي هو الفايل التاني ده اللي هو امبروفد. يعني لما تيجي تعمل له ده ترو هيقوم سايف جوه الفايل اللي اسمه امبروفد ده، اللي هما الاتنين فايلز دول. تمام، عشان ما يسيفش على نفس الفايل القديم. ادينج فلاجز، في فلاجز تانية برضو عشان خاطر الاوبتمايزيشن، لان تيست بقى هنا set to some positive number previously 10 ماشي، كان مظبوط 10 ده عدد الايه تيست، عدد التيست نمبر، انت المفروض تغيره طبعا، يعني حاجة مختلفة عن العشرة او قريب العشرة. الالفا ده اللي هو الليرنينج ليت، الليرنينج ريت ده المفروض تعدله. طبعا احنا هنعدل بقى الكود بتاعنا، وهندخل فيه موضوع الالفا، احنا ما جبناش سيرة الالفا في الكود قبل كده. هنا المفروض نعدل الكود ونظبط قيمة الالفا، المفروض قيمة انها بتبقى ليرنينج ريت ده بتبقى قيمة من 0 ل 1. والابسلون برضو عايزين نعدلها تبقى برضو من 0 ل 1، ونغير والتوليرانس ده اللي هو الثريشولد بتاع الابسلون اللي هو هتعمل ستوب للليرنينج عنده. ونغير طبعا الديكي فانكشن نفسها، هو بيقول لك ان انت ممكن تغير الديكي فانكشن لاي حاجه تانية غير الـ غير الايه اللينير ديكي فانكشن احنا كنا مستعملينها قبل كده. ففي كذا ديكي فانكشن، في الابسلون اللي هي تساوي اي اس تي، خلاص تي طبعا هي اللي هو التايم او الايتريشن يعني. تمام، نمبر اوف ترايل، اه تي نمبر اوف ترايل، فتي اللي هي نمبر اوف ايتريشن، والاي من 0 ل 1. خلاص، يبقى انت لو خدت هنا بوينت حاجه واس تي ومع عدد الترايلز 1 2 3 هتلاقي الابسلون هيحصل لها ديكي. تمام، ممكن انت بقى ترسم الحاجات دي كلها باي حاجه وتشوف شكل الكيرفات دي ايه، وتشوف ايه الكيرف اللي يتناسب معاك. هنا في 1 اوفر تي سكوير برضو، ده دي كي فانكشن برضو، في ابسلون ممكن تخليها اي اس ناقص اي اس تي، اي اس ناقص اي تي برضو، ده دي كي فانكشن، كل دول دي كي فانكشن. في كوزاين اي تي، ممكن انت تشوف انه واحده وتشوف شكل الديكي بتاعها، وتشوف لو انت ظبطت القيم ايه من 0 ل 1، تشوف ايه شكل الديكي فانكشن بيبقى قد ايه، وممكن هيخلي الالجوريزم يليرن لمده كام ترايل يعني. فالابسلون هي اللي بتتحكم في عدد الترايلز. تمام، يو ماي اولسو
use a decay function for alpha learn rate. ممكن برضو تعمل decay function للالفا، يعني الالفا دي ممكن تخليها رقم ثابت او تخليها برضو تشتغل بديكي فانكشن برضو حاجه زي دول كده، او ممكن تخليه لينير عادي يعني، او ممكن ما تغيروش خالص يعني. يعني هو هنا بيقول يومي، يعني ده مقترح، ممكن ما تغيروش خالص. تمام. وبعدين بعد ما تخلص هتقوم عامل ايه، هتعمل هنا هترن برضو، هيرسم لك الجراف. طيب عشان نعمل الكلام ده هتيجي تبص هنا بقى، عشان الالجوريزم ده يليرن ايه المطلوب. المطلوب ان انا اعمل ابديت للستيتس. تمام. اعمل ابديت للستيتس ازاي؟ اهو هتبص هتلاقي الستيتس اهي. The update function is called when a time step is complete. كل ما كل step عايز يعمل هو update لل states. تمام. فهيعمل ال update ده ازاي؟ لا سوري، هو ال update هنا هيتعمل في ال learn function. سوري، هيعمل في ال learn function. تمام. ال learn function هي بتاخد state وبتاخد ال action وبتاخد الريورد. تمام. وبتعمل ايه؟ وبتعمل ليرن. دي بتعمل ابديت للستيتس، هي دي اللي بتليرن الستيتس. انا اسف، المفروض الكلام ده كان يبقى من قبل السؤال اللي فات يعني. فهي المفروض تعمل ابديت للايه، للستيتس. طيب يبقى انا عندي هتعمل ايه؟ تعال نشوف بقى كده هو كاتب ايه. بيقول لك وين ليرنج. وين ليرنج يعني اف ليرنج على طول. implement the value iteration update rule. طبق الايه الابديت رول. use only the learn rate alpha. بيقول لك استعمل بس الايه الالفا. do not use the discount factor. ما تستعملش الديسكاونت فاكتور اللي هو الجام. طيب هنرجع للموضوع ده، نرجع لمين؟ نرجع للجزء النظري شويه. هو انا المفروض اصلا ده ايه، ده اللي هيخش جوه الكورس بتاع يوديستي اللي هو بتاع مايكل وتشارلي، ده هيلاقي هم دايما يعني حاجه حلوه من الحاجات اللي هم عاملينها في الكورس بصراحه، ان هم كل شويه تلاقيه كاتب لك تحت الفيديو كده لينك لبيبر. ففي دي بيبر اهي، جورنال بيبر. تمام. كان منهم مش فاكر في انه موضع بالظبط بصراحه، بس ده الاسم اهو reinforcement learning a survey. تمام. البيبر دي هي فيها شرح تفصيلي لموضوع reinforcement learning. تمام. هي بيبر قديمة طبعا شوية، من سنة 96، يعني كان الموضوع لسه في أوله خالص. وشرح هي الموضوع بالتفاصيل الدقيق يعني وبالراحة خالص يعني. تمام. فالمهم ان احنا في الاخر المفروض ان احنا بنطبق الـ reinforcement learning، المعادلة النهائية المفروض هي دي المعادلة النهائية. الكيو دي اللي هي الكيو تيبل اوف الستيت. تمام. وال مش فاكر الاي دي ايه بصراحه. بتساوي الكيو اللي هو الستيت الحاليه لو موجوده، لو الستيت موجوده. مش موجوده طبعا هتنشئها بزيرو على طول، لكن لو يعني هيستعمل بيلد ستيت خلاص، يبقى لو موجوده هيعمل ايه؟ هيبدا يعمل لها ابديت. الابديت هيبقى بايه؟ بالفا اللي هو الليرنينج ريت ده مضروب في الريورد. ماشي. بلس المفروض الجزء ده بتاع الجاما، ده اللي هو قال لك مالناش دعوه بيه. قال لك احنا هنعتبر الجاما هنا بصفر. قال لك نجلكت الايه الجاما، هنعتبر الجاما هنا بصفر. لو الجاما صفر يبقى الترم ده كله بصفر اهو، مش عايزينه. يبقى انا عندي الفا في الجاما افتح قوس الجاما ماينس الكيو. تمام. يبقى الكيو هتساوي الكيو زائد اللي هو طبعا هتبقى بلس ايكوال يعني في البايثون يعني الفا في ار ماينس الكيو. تمام. هي دي المعادله اللي المفروض تعمل ايه الليرنج بيها. تمام. طبعا هنا الشرح بالتفصيل بقى، اقعد اقرا وافهم بقى ايه الاس والاي والكلام ده كله. تمام. يبقى هو ده اللي المفروض ايه نعمله هنا، نكتب الايه الكلام ده هنا. تمام. وفي الاخر هنريتيرن ايه، ان مش هتريترن حاجه، دي مش هتريترن حاجه، دي هتعمل ابديت للستيت نفسها، ما بتريترنش حاجه، دي بتعمل ابديت للستيت بس خلاص، عشان المره الجايه لما اجي استعمل نفس الستيت خلاص الستيت دي اتعمل لها ايه ابديت.
تمام. فهنا طبعا الكلام ده كان المفروض اتعمل من المره اللي فاتت، عشان الاستيت لازم تحصل لها ابديت من المره اللي فاتت، بس كان المره اللي فاتت هيحصل لها ابديت على الاستيت على العدد الترايلز القليل وعلى الديكي فانكشن اللي هي الابسلون اللي هي اللينير دي. فالمفروض الامبروفمنت المره دي اللي بتعمل على ايه؟ بتعمل على الديكي فانكشن الابسلون، وبتعمل على العدد الترايلز. انت بتغير عدد الترايلز عشان خاطر تشوف يعني تحسن احسن من كده في الالجوريزم. خلاص بعد كده السؤال يوز فيجواليزيشن، طبعا هتنشئ بتاعه وانت تكتب نفس الايه اللي حصل زي السؤال رقم 6، هتعمل برضو اناليسيس للي حصل. وات ديكي فانكشن ووز يوزد، ايه انه ديكي فانكشن اخترتها من اللي فوق دول، او اي حاجه بقى انت براحتك عايز تختار من براهم ممكن. زي اكسبلينيشن فاكتور، ابروكسيميتلي هاو ماني تريننج ترايلز وير نيدد for your agent، خد منك قد ايه عشان خاطر يحقق نتيجة كويسة before testing. يعني وطبعا دي بيتحكم فيها الابسلون برضو، مش انت بس، يعني هو الابسلون برضو بتكنترول على الموضوع. what epsilon tolerance، ايه الابسلون tolerance and the alpha اللي انت استخدمتهم. why did you use them، اشمعنى الارقام دي، اشمعنى انت اخترتها. طبعا الموضوع غالبا بيبقى ترايل اند ايرور، يعني انت بتقعد تجرب لغايه ما بتلاقي في تحسن مثلا، بتفضل تزود مش وهكذا، يعني لغايه ما توصل لقيمه معقوله بتلاقي مثلا بعدها مفيش تحسن فخلاص ترجع تقلل وهكذا. How much improvement was made with the Q learning، هل في تحسن قد ايه بين الكيو ليرنينج المره دي واللي فات واللي قبله. What do you say that the Q learning result show that your driver agent successfully learned، هل النتيجة المرة دي بتظهر ان انت تعلم كويس او بقى صالح. Are you satisfied the safety and reliability rating، هل انت راضي عن ال safety reliability rating. طبعا انا مثلا بالنسبة لي هنزل الكود بتاعي اهو، هتبص هتلاقي اهو قلت لك في ناس كتير حققت الاي بلس والاي بلس، انا عشان برضو بايثون 3 الموضوع ما جاش معايا كده، لكن جاب معايا الاي والاي بلس. يعني الاي دي مش قادر، مش يعني مش بيتغير عنها ابدا مهما حاولت، بسبب موضوع ان هو انا شغال بايثون 3. بس طبعا زي ما انت شايف بقى في تحسن شديد جدا عن المره اللي فاتت، عدد الترايلز طبعا زاد كتير، انا عملت ديكي فانكشن يعني غيرت البارامترز بتاعتها جامد، فخليتها وصلت ان هو عمل 500 ترايل. هو كان ممكن اقف قبل كده يعني، بس انا سيبته وعمل كده يعني. الترايل نمبرز مع الريورد زي ما احنا شايفين في تحسن شديد جدا، بدأ من الماينس 5 اهو، فضل يطلع 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 لحد ما بقى فوق بالبلس بقى كله، يعني في هنا جزء بقى شبه ثابت ان هو على طول بياخد 2، يعني ده معناه الاداء بتاعه ممتاز يعني. التاني بالنسبه لهنا الباد اكشنز بتقل جدا لدرجه ان هي خلاص بقت شبه صفر هنا، وعماله عاده بقى مرات قليله جدا بترجع تطلع تاني، بس بترجع تنزل تاني على طول. الاكسيدنتس راحت، لو بصيت هتلاقي الاكسيدنت فيه جزء اهو بعد ال 400 بقت تقريبا صفر خلاص، بقى شيء شايف مش شايف انت الخط الاحمر اهو بعد ال 400 دي. طبعا ده بيوريك عدد الترايلز والريلابيليتي بتتحسن ازاي، طبعا بتتحسن بطريقه كويسه جدا. وبعدين يعني خلاص بقى هنا بقت شيء بتزيد ولا بتقل، بعد ال 200 تقريبا مبقاش في تحسن في الريلابيليتي تقريبا، يعني بتطلع وبتنزل في في في, في رينج ثابت كده تمام. لكن لكن السيفتي بقى يعني وصلت لحاجه كويسه بعد ال 400 تمام. نرجع للسؤال الاخراني بقى question 7، قلنا خلاص ده خلاص. بعد كده الجزء الاخير question 8 define optimal policy، عايزك ده جزء نظري يعني ما فيهوش coding. يعني هو بيقول لك define optimal policy، ايه هي optimal policy، عايزك تشرح له بقى. sometimes answer to important question what
I am trying to get my agent to learn. أنا بحاول أعلم الأجنت بتاعي إيه هي البوليسي. عايز وعايزك يعني تكون فاهم كيو ليرنينج، فاهم يعني إيه بوليسي وإيه هي الأوبتيمال بوليسي في الوضع بتاعنا ده. الكويشن بالظبط بيقول لك بليز سامرايز وات ذا اوبتيمال بوليسي از فور سمارت كاب. ايه هي الاوبتيمال بوليسي؟ طبعا البوليسي هنا هي زي ما قلت قبل كده انا، هي الاكشن اللي بيطلع اللي بياخده السمارت كاب، يعني هو هنا اللي هو الاوت ان هو يحقق اوتبوت عالي. طبعا يحقق افضل اكشن دايما ياخد الجود اكشنز، هي دي الاوبتيمال بوليسي. النكست انفستيجيت ذا سين امبروفد ليرنينج اللي هو اخر اخر تكست فايل طلع. سي ذا ريزلت اوف يور امبروفد كيو ليرنينج الجوريزم فور ايتش ستيت ذات هاز بين ريكوردد. بص على النتائج اللي اتسجلت. ها از ذا بوليسي، البوليسي احنا قلنا اللي هو الاكشن، بيقول لك ذا اكشن ويز ذا هايست فاليو correct for given state. هل دايما كان الاكشن اللي بتاخد صح بالنسبه للستيت؟ المفروض بقى ان انت تكون فاهم كويس ايه الفيتشرز اللي انت اخترتها وحافظ ترتيبهم وتشرح له القصه دي. وهيقول لك هنا would expect from are they there any state where is the policy is different than what would be expected from an optimal policy. هل يعني هل هو اتصرف غلط يعني احيانا؟ هل كان في مرات المفروض ان هو يعمل حاجه وهو عمل حاجه تانية؟ ده يعني التبسيط للموضوع. فانت المفروض تفتح الفايل اللي هو امبروفد تكست ده وتدور فيه، تدور هنا هل هو كان، هل في مرات كان المفروض ان هو يعمل حاجه وما عملهاش او عمل حاجه تانية؟ اعرف منين ايه اللي هو عمله. اللي هو عمله هو الماكسيمم كيو فاليو، يعني هو عمل هنا ايه، هو هنا مش رايت، خد رايت ليه، هو ده الماكسيمم اهو. فهل هو كان صح ان هو ياخد رايت؟ ابص الاقي مثلا هنا ريد، فهو ما كانش ينفع مثلا ياخد فورورد وما ينفعش ياخد ليفت. خلاص طيب الاولاني ده عندي ايه ده مثلا؟ انا لو كنت مش فاكر انا ايه الفيتشر اللي كان عندي، بس مثلا تقريبا هنا الفيتشر اللي كان عندي ده الاوتكم تقريبا او مش فاكر يعني. المهم فهو انا عشان هنا رايت فهو خد رايت يعني ما وقفش، فده متهيألي المفروض صح يعني. هنا مثلا جرين وده فورورد، فهو مثلا هنا مشي رايت. يعني انت المفروض عارف ايه الفيتشرز اللي انت اخترتها. وانا مش عايز اقول ايه الفيتشرز اللي انا اخترتها اصلا يعني، ده سؤال. فهنا انت المفروض عارف ده الفيتشر ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. فانت من فهمك لكده هتفهم ايه الرايت اكشن المفروض اللي هو ياخده. الرايت اكشن اللي هو خده فعليا اللي هو لو ماكسيمم بوليسي، لو ماكسيمم كيو فاليو، فهو هنا خد رايت. هل الرايت ده صح بالنسبه للفيتشرز بتاعتك؟ انت المفروض تشوف كده، تفضل بقى تفر انت هنا لغايه ما تلاقي حاجه غلط تطلع له، لازم تطلع له حاجه يعني. هو اكيد عمل حاجه غلط، مستحيل يكون عمل كله صح. فانت تفضل تفر كده لغايه ما تلاقي حاجه غلط تطلعها له. تمام. Provide a few examples. هو كمان بقى مش بيقول لك ايه، بيقول لك هو ده السؤال ده يعني. Provide a few examples from your record queue table which demonstrate that your smart cab learned the optimal policy. عايزك شوية حاجات اقول له ان هو اتصرف صح. تمام. Explain why these entries demonstrate the optimal policy. يعني عايزك تجيب له أمثلة صحيحة زي لما أنا شرحت لك كده. أنا شرحت لك شوية أمثلة صحيحة دلوقتي. تمام. أنت هتقوم فاتحها كده وتقول له ده، تقوم واخد له مثالين ثلاثة هنا وتقول له المثال ده صح، هو عمل الأوبتيمال بوليسي اللي هو هنا هيبقى مثلا الرايت، خد رايت ليه؟ لأن هي الجرين ومش عارف وفي هنا فورورد وإيه كده فورورد وإيه ليفت وإيه، فهنا ده بيأثر وده ما بيأثرش وهكذا، وتشرح له الموضوع تفصيلا وبناء عليه هو خد الإيه الرايت وهو ده الصح. تمام. الاخراني try to find at least one entry where smart cap did not learn the optimal policy. هنا هات واحده يكون هو غلط فيها على الاقل، واحده على الاقل اذا امكن، طبعا هات له اكتر من واحده بس هات له على الاقل مره يكون السمارت كاب
عمل فيها ما خدش فيها الاوبتيمال بوليسي، خد واحده تانية غير الاوبتيمال بوليسي، لو كان المفروض مثلا ياخد رايت وهو ماشي فورورد مثلا او العكس اي حاجه. Be sure to document your state dictionary below. It should be easy for the reader to understand what each state represent. يعني لازم توري له، لازم ما تكتبلوش دي كده وخلاص، لا انت لازم تكتب له دي اللي هي بتاعت ايه، دي بتاعت انو فيتشر، والريد دي بتاعت انو فيتشر، والفور دي بتاعت انو فيتشر، والفور دي يعني تكتب له كل واحده من دول هي بتاعت انو فيتشرز، عشان اللي بيقرا ما يعرفش. يعني انا نفسي هو كاتب بتاعي عشان انا مش فاكر ايه الفيتشرز بتاعتي، فانا مش عارف الرايت دي بتريبريزنت ايه والفورورد دي بتريبريزنت ايه. طبعا الحاجه الوحيده اللي باينه هي الريد، عشان هو ده يا ريد يا جرين، فخلاص معروف اللي ده اللايت، لكن دي بتريبريزنت ايه، الثلاثه دول شبه بعض انا ما اعرفش هو بيريبريزنت ايه. فانت لازم تكتب له انت الديكشن، يعني تكتب له دي بتريبريزنت كذا، هنا لايت ريبريزنت الريد، هنا مثلا الليفت ريبريزنت ده، وهكذا. تشوف ايه الفيتشرز اللي انت اخترتها وتكتب له قصادها كل واحده بتريبريزنت ايه، وتكتب له الاوبتيمال بوليسي في الحاله دي ايه، تمام، وهو خدها ولا ما خدهاش. طبعا انت محتاج تعمل كذا حاله صح تشرحهم له، تحسن اكتر من حاله، وعلى الاقل حاله واحده يكون هو ايه عملها غلط. طبعا في السؤال الاخراني ده اللي هو بيقول لك احنا ليه ما استخدمناش الجاما هنا، ده السؤال ده اوبشنال طبعا، ممكن ما تجاوبوش خالص، يعني حاول تفكر بقى دور عليه يعني، مش بس هو عامة يعني حتى سؤال مش يعني مش ذكي قوي اصلا يعني، بس عامة ممكن تدور على حله وهتلاقيه موجود يعني. بس كده الحمد لله خلصت شرح البروجكت. طبعا معلش انا طولت فيه شوية، بس هو البروجكت ده اصلا يعني غلس شوية وفي كودينج كتير، ومحتاج الواحد يقعد يفهم الكود بتاعه كويس قوي اللي مكتوبه. طبعا من اصعب الحاجات اللي في الدنيا يعني تقعد تفهم كود واحد تاني اللي كاتبه، حتى لو هو عامل عليه كومنتس والكلام دول، خصوصا ان هو هنا بيحاول يعني ان هو ما يعني ما يكتبش بوضوح قوي عشان خاطر ما يبقاش بيحل لك السؤال يعني. وبعدين برضو ده بالاضافه بقى ان انت بتتعلم الكيو ليرنينج وبتبيلد الالجوريزم بايدك، وبتحاول تفهم الالجوريزم وتفهم المعادلات مع بعض، مع سوء الشرح للاسف اللي في الفيديوز، كل ده خلى ان البروجكت ده يعني محتاج شرح وافي طويل شويه. اتمنى اكون وضحت كل حاجه، واتمنى اكون الناس فهمت. واسف بقى ان انا في بعض الاخطاء عملتها فيه، يعني بدلت ترتيب الشرح ساعات، معلش انا اسف. لو في حد عنده اي استفسار عن حاجه ان شاء الله تحت امركم، ومنتظر استفساراتكم.